اللي فاتت أجا المطر بدري شوي وكان المحصول أجود وأكتر وأطول، حتى في الطول كمان أطول من السنة هذه. فتأخير المطر أثر على المحصول، إشي طبيعي حيأثر على المحصول وعلى كمية الإنتاج كمان، إشي طبيعي يعني. والحمد لله بقت هذه القطعة تطلع طن، قام الحين بتطلعش ربع طن عهوة قلة الأمطار. التغير المناخي هو أحد الظواهر الآن تمثل بشكل كبير خطورة على القطاع الزراعي، وخصوصاً الأمطار والمحاصيل البعلية اللي بتعتمد بشكل كبير على الأمطار زي القمح مثلاً، حيث أنه عدم انتظام كميات الأمطار وسقوطها وعدم توزيع عادل للأيام الماطرة أثر بشكل كبير على كميات الإنتاج اللي تأثر سواء في جودة المنتج أو في كمية الإنتاج، بحيث أنه قل إنتاج عن العام الماضي بالنسبة لمحصول القمح.